نظام العمل بالغاز هي منظومة جديدة طلبت السلطة في بغداد أن تفعل في محافظات العراق كافة. نظام العمل عمل السيارات على الغاز الطبيعي. عموما احترقت سيارة أو الغاز الأنابيب احترقت سيارة من نوع تيبا هي إيرانية الصنع في منطقة القطاع في محافظة ميسان بسبب منظومة الغاز التي فرضتها الحكومة على سواق السيارات وبالعمل به طبعا هذا النظام الذي يستورد غازه من إيران. فنشاهد. حادثة احتراق سيارة أخرى لنقل الركاب صباح هذا اليوم في منطقة الشيخ عمر في العاصمة بغداد. وبحسب قول صاحب المقطع فإن السيارة احترقت بما يقرب من نصف ساعة دون وصول سيارة الإطفاء إلى مكان الحادث. فلنشاهد. تقريبا السيارة نص ساعة تحترق والإطفاء ماكو. نص ساعة صار لها السيارة تحترق، إطفائية ماكو. ليش داس يلا جاي ورا نص ساعة. هاي العالم كلها واقفة. أنا راح أطلع طفاية من المحلات يطفي بيها. الإطفائية صار لهم نص ساعة يخابرون ما يجون، الإطفائية طبعا قريبين مسافة. ما يطلع به كيلو، كيلو ما يطلعون. وكانهم ما يطلع كيلو منطقة الشيخ عمر والإطفائية بالمعظم. صار لها نص ساعة والإطفائية ماكو، المسافة بين السيارة وبين المكان مال الاطفاء ما يتجاوز الكيلو، يعني 3 دقائق زايده والشارع فارغ.